عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ نشأت حمادة خطاب المتخصص في أخبار وزارة النقل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا بك أستاذ نشأت. يعني طبعا احنا بنقول الحجز قبلها بأسبوعين، بس دايما دايما كده هيئة السكة الحديد ووزارة النقل بيبقوا عاملين قطارات إضافية ودايما بيعلنوا عنها وإنه برضو ممكن يتحجز، لأن أنا عارفة إن بيبقى في ضغط جامد جدا على السكة الحديد في فترة العيد، فهل ده معمول حسابه أيضا؟ يا فندم، هو بيبقى في نوعين من القطارات في العيد، في الأعياد بشكل عام. السكة الحديد بتطرح قطارات إضافية وبتطرح القطارات الطبيعية اللي هو الخط السير الطبيعي. التصوير الطبيعي ده اللي هو بيبدأ الحجز ليه قبل السفر ب 14 يوم، اللي هو بدأ كان امبارح أول يوم للحجز. ده بتحديد لو أنا هحجز يوم 27 مثلا، بعدها ب 14 يوم ده الميعاد اللي أنا هسافر فيه. لو أنا هحجز النهارده بحسب بعدها ب 14 يوم الميعاد اللي هسافر فيه، وهكذا. يعني أنا لو عايز أسافر يوم العيد بحسب. طب خلينا كده نوضح التواريخ. يعني مبدئيا عيد وقفة عرفات إن شاء الله هتبقى يوم السبت 15، مظبوط يا فندم؟ بالظبط. ده المعلن. يعني نقول اللي عايز يحجز في يوم 15 يحجز يوم واحد، يوم واحد، واللي عايز يحجز يوم 14 يحجز يوم 31 مايو. يوم 31 مايو بالظبط يا فندم. اوكي، وكله متاح، كله متاح. وعايز انوه في 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 الموضوع ده تحديدا ان مش لازم خالص تروح الشبابيك التذاكر اونلاين. يعني بالظبط، في تقدر تحجز اونلاين، تقدر تحجز من خلال الموقع بتاع هيئه السكه الحديد، في تطبيق لهيئه السكه الحديد تقدر تحجز من خلاله. في منافذ اللي هي المنافذ بتاعه البيع بتاعه فوري، الدفع الفوري. ممكن تقول لنا اسم التطبيق ايه يا فندم؟ المنافذ بتاعه، في تطبيق لهيئه السكه الحديد موجود على الموبايل ابلكيشن. تقدر تنزل موبايل التطبيق بتاع هيئة السكة الحديد. اسمه ايه الابلكيشن؟ اسمه تطبيق هيئة السكة الحديد. يعني هو لو دخل على جوجل بلاي او على في المتجر بتاع ايفون هيلاقي التطبيق باسمه تطبيق هيئة السكة الحديد. تطبيق هيئة السكة الحديد. يا فندم هيقدر ينزله بسهولة جدا، ويقدر من خلاله يحجز الميعاد اللي هو مسافر فيه، مش محتاج خالص يروح هناك. إضافة لكده هو يقدر يروح لأي سوبر ماركت في وسائل دفع فوري. دلوقتي هيئة السكة الحديد متعاقدة معاها، شركات هيئة السكة الحديد متعاقدة معاها يقدروا من خلالهم يحجزوا. يعني زي مثلا، أنا مش عايز أقول أسماء شركات، بس هيئة السكة الحديد متعاقدة مع أشهر الشركات المعروفة في الدفع الفوري. هتدخل من خلال المكان اللي بيبقى موجود في السوبر ماركت ده، وهتقول له أنا عايز أحجز قطر سكة حديد، هيحجز لك وأنت واقف. طيب. ده اكتر من 900,000 نقطة حجز، يعني يقدر يحجزها من اي سوبر ماركت، من اي كشك. يعني طب عايز اسالك سؤال استاذ حمادة، يعني معلش اتفضل. وحدي مثلا بحفلات دار الاوبرا المصرية، مش حدي بهيئة السكة الحديد، لما بيحطوا التذاكر لحفلات معينة على السايت بتاعهم ده، في ناس بتخش بتحجز بتاخد التذاكر، فانت بعد نص ساعة بتلاقي انه مفيش ولا تذكرة وبتتباع بره. فاهمني حضرتك بيحصل ايه؟ وبتتباع بره طبعا لانه بسعر تاني. طبعا بسعر تاني لان هو خدها. هل هتقدروا؟ ما هو انا ممكن واحد داخل مثلا، انا عارف ان الخط ده عليه ضغط جامد، اقوم داخل لمم لي بقى من اول يوم الجمعة قبل الوقفة، الم لي شوية، فالناس برضو هتبقى مش هتلاقي التذاكر متاحة قوي وانا بيعها بقى بره. هل تقدروا تسيطروا على الحكاية دي؟ بص هقول لحضرتك، السكة الحديد بتحجز ببطاقة الرقم القومي، وبطاقة الرقم القومي ملهاش حجز غير اربع تذاكر فقط. يعني انا لو هحجز لي انا واسرتي فقط، مش هقدر احجز ناس ثانية. فانت كده كده بتحجز ببطاقة الرقم القومي، فانت حتى لو اخدت تذاكر ثانية مش هتعرف تعمل بيها حاجة. يعني انت مش هتعرف تعمل بيها حاجة، كده كده هو داخل يحجز ببطاقة الرقم القومي. طب استاذ نشأت، هل في اختلاف في الاسعار، اسعار التذاكر؟ خالص. هو انت لو انت هتحجز من مكان زي الخدمات اللي هي بتبقى مقابل خدمه، يعني زي مثلا الشركات زي ما بتاعه السوبر ماركت، هتدفع ثمن الخدمه بس اللي هو بيبقى تقريبا 5 جنيه زياده عن الثمن بالظبط. لكن لو هتحجز من على الانترنت لا، مفيش اي حاجه خالص. يعني لو من على موقع الهيئه او اي حاجه مفيش اي
طب هسألك برضو سؤال تاني يا أستاذ حمادة، يعني لو احنا بنتكلم مثلا على الطيران، مثلا انا بدي امثله اخرى عشان بس نبقى فاهمين. لما يعني يقول لك ايه، انا مسافره مثلا لحته معينه، فانت لو حجزت تذكره الطيران قبلها بست شهور بتبقى ارخص من حجزها مثلا قبل ميعاد سفرك باسبوع. هل ده برضو في السكه الحديد مطبق؟ يعني اللي هيحجز قبلها باسبوعين غير اللي هيحجز في نفس اليوم؟ لا يا فندم، هو الهدف ده من القصه دي اصلا، ان هو كان بيحصل اولا كان في سوق سوداء، كان في ناس بتبقى زي ما بتقولي كده بتبقى واقفه عند المبنى بتاع هيئه السكه الحديد قبل شباك التذاكر، لان هو كان ده المكان الوحيد اللي اقدر احجز منه. بيبداوا ياخدوا هم تذاكر ويقفوا للناس بره، يقول له بدل ما تقف في الزحمه ما تاخد التذكره ديت بسعر اغلى شويه وتديني ثمنها، انا كده كده مش محتاجها، ما تاخد التذكره دي كده. فكان في تلاعب فيها، التلاعب ده كان موجود طبعا، لان محطه السكه الحديد كانت في رمسيس، يعني خلال التلاعب ده بيحصل بره المحطات، ان هو بيقف بره زي سمسار كده، بيروح هو يشتري تذاكر، وده كان موجود قبل الفتره اللي احنا موجودين فيها كده مع الفريق كمال وزير. يعني قبل الفتره دي كان موجود موضوع التلاعب في قطارات السكه الحديد، لا ان هو بره وكان دي شغلانه ناس، يعني يقعد بره بالتذاكر ويبيعها للناس وياخد مقابلها فلوس، ياخد مقابل فلوس زياده شويه، بيقول له بدل ما تدخل جوه التذكره موجوده هنا. فهيئه السكه الحديد عملت خطه شامله علشان خاطر تقلل فكره التزاحم في اي مكان، فعملت ماكينات دفع الكترونيه جوه المحطات، موجوده في المحطات عاملين 100 ماكينه تقريبا او ازيد، وماشيين في اكتر من كده. عملوا تعاقدوا مع شركات اللي هي الشركات اللي اقدر ادفع من خلال السوبر ماركت دي، اقدر ادفع لهم، تعاقدوا من خلال الموبايل ابلكيشن اقدر اعمل ده، اقدر ادفع بالفيزا، الحاجات دي كلها بقت متوفره علشان خاطر يوقف الزحام اللي بيحصل في فترات الذروه، وخصوصا الاعياد. الاعياد دي بيبقى فيه ضغط كبير جدا على القطارات. فدلوقتي بقيت انت بتحجز تذكرتك، بتاخد الرقم بتاعك من على الدفع الالكتروني، بتروح في وقت ميعاد اطرق، مش بتروح لا قبلها ولا بعدها، بتروح في وقت ميعاد اطرق. بتدخل تركب القطر بتاعك وتمشي كده، انا ما عملتش زحام جوه المحطات. فهو الهدف اصلا من الموضوع ده ان ما يبقاش فيه زحام جوه المحطات. لا وكمان عارف حاجه، يعني معلش، هي يعني ذكريات اليمه شويه، بالذات تحديدا في عيد الاضحى. دلوقتي خلاص ما بقاش فيه بقى اللي بيركب فوق القطر لا خالص. عارف المشهد اللي كنا بنشوفه دايما في زحام، اللي هو تحديدا عيد الاضحى كان بيبقى فيه مشاهد والقطر ناس واقفه وناس مش عارفه ايه، واللي راكب فوق يعني عارف حضرتك المنظر كان عامل ازاي. يعني الحقيقه بقى في ترتيب دلوقتي، صحيح صحيح. اكد على الناس بس ان انت تذكرتك ما بترميهاش بمجرد من نزولك من القطار، ودي دي حاجه لتاكيد علشان خاطر ما حدش يدفع غرامه. التذكره بتاعتك لازم تكون معاك لحد ما تطلع من محطه السكه الحديد اللي انت هتنزل فيها. ليه؟ يعني انت دخلت علشان التذكره بتاعتك هتخرج بيها بماكينه، او هتخرج بيها من خلال بتاع الامن. يعني هيئه السكه الحديد عملت ماكينات زي المترو دلوقتي، لازم تاخد التذكره تحطها على الماكينه عشان تخرج بره. دخول وخروج يعني. بالظبط. فلو حضرتك رميت التذكره قبل ما تخرج وانت خارج هيقول لك فين تذكرتك، ما هيش تذكره هتدفع غرامه انت واقف. طب شيء جميل جدا، انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي استاذ حماده خطاب المتخصص في اخبار وزاره النقل.